بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير والعالم العربي بخير وصحة وسعادة. ده ورل صحراوي، ورل صحراوي اسمه العلمي فارانس جريسيوس. ورل الصحراوي في حالة أطعمة دلوقتي، بياكل فريسته. هو من عاداته أنه يحب ياكل الجربيع الصغيرة، الفيران الصغيرة، العصافير. هو في الحالة دي بياكل نوع من العصافير الصغيرة، بيبلحها بحالها بمحتلة زي ما انتوا شايفين، وهو بتك عليها برضه عشان يفترسها زي البيئة الطبيعية ما بتعمل. احنا بنحاول نعمل كده، بيعدلها بقه عشان يدخلها عدلة ما تتعبوش وبيبلحها. الورل الصحراوي مميزاته يا جماعة ان بيعيش في الصحراء اللي هي الواسعة جدا، الاراضي اللي فيها الزلط. يمشي كتير يوميا، في اليوم يمشي ما يعادل عن 10 كيلو. الورل الصحراوي لو لقي واحد غنام في الصحراء ماشي، بيمسك المعيز بتاعته، انا اسف، يقعد يرضع من بز العنزة لحد ما يخليها تجيب دم. طب لو الغنام راح يجري عليه وحوشه، بيروح ماسك بديله الطويل ده زلطة ولففها على ديله، هدفع على الغنام ممكن تيجي في وشه. يعني الغنام نفسه لما بيجي يمسكه او بيجي يجري وراه، بيروح هو ماسك زلطه حدفه وراه، بيقول له مالكش دعوه بيا انا باكل، انت مالك ومالي، سيبني انا في وضعي الطبيعي. الكلام ده احنا بنحاول نعمله، بيجي طبعا اثناء الاكل، اثناء كده الوجبه. فاحنا بنحاول ان احنا نسجل لكم فيديوهات كتير مختلفه من الزواحف والحيوانات اللي موجوده، عشان انتوا برضو لو ما فيش وقت تيجوا تشوفوا الحديقه تشوفوها معانا على اليوتيوب وعلى الفيس، نصورها لكم طالما المشوار بعيد عليكم او كل واحد وراه انشغاله. فارانس جريسيوس من انواع الزواحف اللي يقال عليها انها مهدده بالانقراض. الحكومه العالميه اللي هي سويسرا وواشنطن ومصر من ضمنها صنفته سايتس 1، يعني صعب جدا ان انت تصدر منه بسهوله بورقه، لازم تجيب ذكر وانتهايه وتقعد جنبهم ما يعادل عن سنتين ثلاثه لما يبيضوا، وتحضن البيض، لان الورم ده بيبيض من عيله الثدييات مش بيولد. لما بيبيض بيسيب البيض بتاعه في الشق ما يعادل عن 60-70 يوم عبال ما يحتضنه ويطلع ورنا، وهو طالع صغير بيبقى شكله جميل جدا جدا جدا. عنده نوع من الافتراس الورل ده، لو عض واحد وهو مش صاحبه او مألفه عليه ممكن يعض يقطع مكان الفريسه نفسها. الورل الصحراوي مصنف ان هو من العيله سايتس 1. ما معنى سايتس 1؟ ان الحيوان ده مهدد بالانقراض، فاحنا بنحاول نربيه عندنا ونولده او نتقاصر نعمل اكسار عندنا، يبقى برضه شيء كويس ان احنا بنعمل حاجه غيرنا ما عملهاش. الورل الصحراوي مميز انه يعيش في الصحراء وفي الرمله ويعمل لنفسه جخن وشقه. انا حاطط له الشكف اللي قدامكم ده او البراميل دي عشان خاطر هو يعيش كأنه عايش في غابه. وهنا كل عصفوره واحده، فريسه واحده من الفرايس بتاعته، فهو بيبص على الثانيه، الثانيه عايشه مستخبيه مش راضيه تقرب له. هيشرب ميه برضو الاول بعد الاكل اللي كله، هيروح يشرب ميه. ممسكهاش النبات، يعني هو حاول يمسكها ممسكهاش. نطول معاكم الفيديو شويه، معلش انا اسف، هيتشيل عليكم وهنشوفه هل هيمسكها او ممسكهاش. هو طبعا حيوان بيجري ورا فريسته، فحقه ان يجري وراه بالطريقه اللي تعجبه، مغلباه لان هي مطلق الحريه بتطير وتروح وتيجي. فهو زعلان ان هو مش طايلها لان هي بتطير في اعلى منه. حلو والله العظيم، منظر جميل. طبعا العصفورة عايشة في رعب وزعلان انها اتحطت مع حيوان هياكلها، فبس ربنا معاها ان شاء الله، يعني ينقص منه. فتابعونا لاخر الحلقة ونحاول ان احنا نعمل لكم حاجة تعجبكم او تريحكم او تبسطكم. كان يمسكها. الورل الصحراوي يا جماعة مميز ان هو بيفحت شق نفسه في الصحراء، ودايما في اثناء الشتاء يعمل بيات شتوي، ما يطلعش في اثناء الشتاء خالص لان هو صيفي يحب الصيف، ويمشي نهارا مش ليلي. الورل الصحراوي يمشي نهارا في الصحراء، في الليل
الدنيا تظلم يبيت ما يطلعش. وكل سنة وانتم طيبين، وزورونا على افريكانو طلبة وشرفونا في حديقة افريكانو طلبة، ومصر بخير وصحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.